من كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المصل السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، في البداية ما هي المعلومات المتوفرة حول إسقاط الطائرة الروسية ومقتل الطيار؟ نعم طبعا، بالنسبة للطائرة الروسية التي كانت تقصف مناطق في شرق إدلب وتحديدا محيط سراقب، تم استهدافها من قبل الفصائل الإسلامية بصاروخ مضاد للطيران عن يعني يطلق عن الكتف، واستهدفت الطائرة وتم إسقاطها، ومن ثم قفز الطيار في المظلة قبل أن تهوي الطائرة على الأرض. بعد أن وصل إلى الأرض جرى اشتباك أو جرت محاصرته وأسره أو محاولة أسرع حقيقة الأمر، ومن ثم اشتبك مع المقاتلين الذين كانوا يحيطون به إلى أن قتلوه في تلك المنطقة الواقعة جنوب سراقب. ولكن الانتقام الروسي بعد مقتل الطيار كان من المدنيين، حيث قتلت الصواريخ الروسية البالستية وطائرات النظام ما لا يقل عن 15 مدنيا، بينهم 8 أطفال على الأقل في بلدتي خان معصران وخان السبل، أي أن القتل استمر للمدنيين وليس للمقاتلين مثلما ادعت روسيا. وهنا يعني دعنا نذكر بأن أكثر من 130 غارة جوية كانت استهدف السراقب ومحيطها منذ ليل أمس وحتى ساعة إسقاط الطائرة الروسية. التطور الخطير بأن دخول صواريخ مضادة للطيران إلى ساحة العمليات سوف تجعل روسيا تعيد حساباتها كيف تستخدم طائرتها في تلك المنطقة. أما كيف وصل الصواريخ مضادة للطيران إلى تلك المنطقة لا نعلم. هذا بالنسبة لإدلب التي تتعرض الآن لقصف من قبل القوات النظام والقوات الروسية. واضح. أما بالنسبة لعفرين 19 قتيلا من القوات. نعم، هذا كان هو السؤال حول تطورات معركة عفرين بالتحديد. اليوم استطاعت وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب الكردي من بدء عملية الانتقام لعملية التمثيل بجثمان المقاتلة دارين كوباني وقتل ما لا يقل عن 19 جنديا من القوات التركية وفصائل المعارضة السورية التي مثلت بالجثمان الموالية للقوات التركية. والآن وأنا أتحدث معك هناك عملية هجوم جديدة من قبل قوات ووحدات حماية ووحدات حماية المرأة على قرى تقع في جنوب غرب كوباني وتحديدا ناحية الشيخ حديد من أجل استعادة قرى سيطرت عليها القوات التركية والموارين لها، بالتزامن مع قصف من قبل الطائرات الحربية التركية على مناطق تقع في شمال عرفين. أعتقد بأن من الآن وصاعد سيكون الأمر منعكس عكس ما كان عليه في البداية، لأن القوات وحدات حماية الشعب الكردي استوعبت الضربة. وأنا هنا أقول بأن اليوم ظهر أحدهم الذي يتحدث باسم الجيش الحر ويقول بأنه يقاتل إرهابيي الوحدات في عفرين، بينما هو في العام 2013 كان يقول عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بأنهم أخواننا وجاءوا لنصرتنا. رامي عبد الرحمن مدير المصل السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من كوفنتري، شكرا جزيلا لك على حسن الإفادة أستاذ رامي.